فتحتي وفرحي كمان شهرين، والإنسان اللي أنا هتجوزه بجد بقى بني آدم غالي عليا قوي، لأنه قدر مشاعري ووقف جنبي وقدر فعلا إن هو يداوي الجرح اللي أنت سببته لي. أنا أسفة يا سعد، بس أنا فعلا نسيتك. أنا دلوقتي ابتديت أحب. ولما أنت نسيتيني جاية تزوريني دلوقتي ليه؟ عشان إحنا عشرة عمر، ما ينفعش أعرف إنك أنت تعبان وما جيش أزورك. والحمد لله اللي أنا لقيتك كويس. خد بالك من نفسك يا سعد. على إذنك. وانا دايما كده بختار غلط، ويوم ما اختار صح اختار في الوقت الغلط، ده ايه النيله اللي انا فيها دي يا ربي؟ بطني عليت شويه يا رجب وخايفه. خايفه من ايه؟ مش عارفه، حاسه انها لو عليت زياده عن كده هتبقى مصيبه. عبيطه يا فرحه، عبيطه يا بنت، انت عروسه جديده وعادي خالص انك تبقي حامل. ما انت عارف اللي فيها. ما عشان عارف اللي فيها، انت اول ما تروحي بيتك وبلغي جوزك انك حامل. يا لهوي انا اقوله؟ لا يا عم خايف. تخافي من ايه؟ ما تخافيش من حاجه، ده هيطير من الفرح اول ما تقولي له. اساليني انا، ده بيتمنى ضفر عيل من الدنيا. امال هو اتجوز على سماح مراته الاولانيه ليه؟ طب اجيبها له ازاي؟ هاتيها له خبط لازق كده، انا حامل. لما ياخدك لدكتور ويكتشف الانه. يا نهار اسود والميت. انما بقى لو قلت له ان انا وامي رحنا لدكتوره معرفه وهي اللي قالت لي ان انا حامل، الحكايه هتعدي زبادي ومش هياخدك لدكتور ولا حاجه. طب افرض بقى اتمسك انه ياخدني للدكتور اللي تبعه. لو اتمسك اتمسكي انت كمان بالدكتوره بتاعتك، وقولي ان انت مستريحه معاها ومش عايزه تغيريها، وتحججي ان انت ما بتتكشفيش على رجاله خالص خالص. وافرض بقى صمت، اعمل ايه ساعتها؟ يا ست تحججي باي فيلم هندي، المهم ما ياخدكيش لدكتور ويعرف عمر العيل. استر يا رب، ده انا غلبانه. هيستر هيستر ان شاء الله. الاقيش معاكي 500 جنيه؟ كان على عيني، انا كل اللي احتكم عليه ورقه ب 100. ورقه ب 100؟ اهي نوايا، نوايا تسند الزير. بقول لك ما حلتش اللي هي تقول نتشها. بذمتك مش مكسوفه من نفسك؟ بقى واحده زيك متجوزه مختار باشا ابن العز والفخفخه، معاها ورقه ب 100؟ يا بنتي انت اقل حاجه يبقى عندك رصيد في البنك. هو بصراحه مش بخلان عليا بحاجه، انما فلوس انا ما بطلبش. يا عبيطه يا عبيطه، ما بتطلبيش ليه؟ انا هقول لك، انت اول ما